من حضرتك يا أستاذ داي. يعني مش هضيف كتير، كل اللي أقدر أقوله للمشاهدين الكرام، يعني إحنا طالعين في وقت زي ما قلت من شوية، من فترة طويلة ما طلعتش قنوات جديدة. توقعاتكم إن شاء الله تكون في محلها. إحنا مش هنوعزكم، مش هنهتكم، مش هنعمل معاكم غير إن إحنا نمارس دور الإعلام. الإعلام دوره ببساطة يقول لكم المعلومة الصحيحة ويسيب لكم المساحة الممكنة تسمعوا نفسكم وتسمعونا وتسمعوا رأي ورأي تاني طبعًا. وتشوفوا اللي حاصل طبعًا. مصر ناقصها كتير في توصيل اللي بيحصل فيها للناس. اللي بيحصل في مصر كبير جدا، ده مش معناه ان احنا قال الدعاية، لا طبعًا. لا، احنا بنتكلم على بلدنا مع بعضنا، بمعنى نبقى عارفين اللي حاصل جوه بلدنا ده ايه، وفي الاخر ان الناس تبقى فاهماه. الفهم هو بداية الرضا، احنا عايزين نفهم مع بعض، احنا مش هنفهم. حلوه دي، الفهم هو بدايه الرضا. طبعا حلوه قوي. طبعا انا هنا بقول جمله بيت شعر اخويا الكبير وخالنا الكبير المرحوم الابنودي. كان بيحكي على ايام عبد الناصر، صعب قوي، ليه بيت واحد بيقول كانت سنين صعبه لكن مفهومه. كانت سنين صعبة لكن مفهومة. لكن مفهومة. احنا معاكم سننا اقل صعوبة بكتير، لكن ازاي نفهمها عشان نرضى بيها ونزقها لقدام؟ ده دور الاعلام. الاعلام مش هيطبطب على حد ولا هيتعقب حد. احنا ده دورنا، نرجوكم. وده يمكن دكتور سامي قال هو ده اللي سيادة الرئيس قال عليه. احنا ان شاء الله، والدكتور سامي عبد العزيز قال نصيحة كويسة لينا، احنا هنستطلع رأيكم كل 3 شهور او كل شهر او كل شهرين، ونسمع منكم احنا صح ولا غلط. صححونا، انتوا البوصلة، احنا مجرد ناقلي حاجات ليكم، احنا مش صانعي حاجات، احنا ناقلي. صحيح. فأرجوكم ساعدونا، ويعني نطبق حتى الحديث النبوي، انصر اخاك ظالما او مظلوما. احنا مظلوما عارفين هتعمل ايه، ظالما ردونا عن ظلمنا. ظلمنا هو عدم ادائنا لمهنتنا. هذا المكان، هذه القناة، هذا البرنامج، هذه البرامج شعارها الوحيد هو المهنية. هنحاول نوصل لها. إذا عوجنا شوية أرجوكوا رجعونا، عوجنا أكتر أرجوكوا سيبونا، ما تفرجوش علينا. الله. أو أنا قلت تفضل يا محمد. وزير مجاملة بالشعار. أهم حاجة زير مجاملة. وزير مجاملة. وروح رياضية. دايما دايما.